الرادار هناك اهو. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. صورت؟ نعم. لا مفيش، بهزر معاك. الصورة حلوة طيب ولا إيه؟ حبيب قلبي، أنا هسبقك على الكمين بقى بعد إذنك. حضرتك كسرت السرعة والرادار لقطك. آه معلش بقى، استهتار بالطريق العام وكده. مخالفة دي طبعًا. كم؟ 150 جنيه. 150 جنيه بس؟ ماشي. أشوف الرخص؟ لا الحقيقة الرخص منتهية يعني. مخالفة دي طبعًا. كم؟ 500 جنيه. 500 جنيه بس؟ ماشي. طب ممكن أشوفها حتى لو منتهية؟ لا ما حضرتك الرخص منتهية، فبديهي يعني إن أنا ما بنزلش بيها، خلاص انتهت. يعني تقدر تقول كده إن أنا معيش رخصة. مخالفة دي طبعًا. كم؟ 1000 جنيه. 1000 جنيه بس؟ ماشي كده توتال كم معلش مع حضرتك؟ 1650. 1650 بس؟ طب على فكره حضرتك انا مش رابط الحزام، مخالفه دي طبعا. كم؟ 300 جنيه. كده توتال كم؟ 1950. 1950 بس؟ ماشي. طب معلش حضرتك يعني هو الهروب من الكمين كام؟ 3000 جنيه. 3000 جنيه مش وحشين. طب معلش بعد اذن حضرتك ثانيه كده؟ ثانيه زي ما انت، زي ما انت. ما تخافش. ها ها اظن هروب كده. ها كام كده توتال؟ 4950. حلو هرجع لك بقى. ها بس تعتبر كده عكسي. كام؟ 3000 جنيه. طب ثواني زي ما انت كده توتال كام؟ 7950. حلو قوي. بقول لك ايه، هو انت سكران ولا حاجه؟ لا سكران ايه يا باشا، معقوله سكران؟ دي سكران دي فيها سجن. لا يا باشا احنا قلنا 7000 وكام. اتفضل يا باشا. شكرا. السلام عليكم، عطلتكم انا اسف. بسم الله، نفتتح المزاد على قطعة أرض استثمارية بموقع متميز. هنبدأ المزاد بخمسة مليون جنيه. خمسة مليون ومئة ألف. خمسة مليون ومئة ألف عند الأستاذ ضياء. خمسة مليون ومئة وخمسين ألف. خمسة مليون مئة وخمسين عند المدام. خمسة مليون وخمسمائة ألف. خمسة مليون وخمسمائة ألف عند الأستاذ وسيم الصريتي. ستة مليون جنيه. ستة مليون جنيه. مظهر محفوظ. 8 مليون جنيه. 10 مليون جنيه. 10 مليون جنيه هنا عند الأستاذ مظهر محفوظ. 70 مليون جنيه. تعبيط يا وسيم، 70 جنيه. حضرتك بتقول كام؟ 70 أو 80 مش متذكر بالظبط. 100 مليون جنيه. لا يا جماعة. 200 مليون جنيه. صلوا على النبي ما ينفعش كده. 100 مليون جنيه. مليار جنيه. مليار جنيه هنا عند الأستاذ وسيم الصريتي. مليار؟ هو مين مجنون ممكن يزود عليه اكتر؟ انا مجنون وهزود عليا اكتر بقى. ها ايه رايك؟ مليار جنيه و200 جنيه كنت هروح بيه. مليار و200 جنيه الاستاذ وسيم الصريتي. الا هنا الا دو الا تري. مبروك عليك يا فندم، اتفضل حضرتك. حضرتك هتدفع الفلوس كاش ولا شيكات؟ لا الحقيقه انا معيش فلوس قوي يعني، انا معايا 6 مليون جنيه و200، هاخد 200 اروح بيها وممكن اديك 6 مليون جنيه. يعني ايه؟ حضرتك كده بتنسحب من المزاد، يعني هتخسر مبلغ التأمين اللي هو نص مليون. نص مليون جنيه بس؟ أيوه. ماشي مش مشكلة. ماشي في الحالة دي يا جماعة المزاد هيتنقل للأستاذ مظهر محفوظ بمبلغ 300 مليون جنيه. أنا؟ أيوه. حضرتك هتدفع ولا شيكات برضه؟ لا أنا كنت بهزر. على فكرة أنت كمان هتخسر مبلغ التأمين اللي هو نص مليون جنيه. لا ما تحذرنيش، أخصم على طول. أخصم على طول. مبروك التأمين يا وسيم. مبروك يا مظمظ. وسيم مظمظ وإيه اللي بدر؟ أسفين يا جماعة، هنبدأ المزاد من الأول. العب يا مازو. كل
لي دي جوائز وجائزات. ايه ده؟ ايه ده؟ ده واخد الحذاء الذهب وهو عنده 3 سنين. تفتكر بعد كل الجوائز دي هيوافق؟ يا ابني لعيبة الكورة يعبدوا الفلوس، لو طلعت قدامه شنطة الفلوس هيمضي لك على عياله. ايوه حضرتك. فين كابتن أحمد حسام ميزو؟ ميزو؟ احنا اسفين، كابتن احمد حسام ديدو. ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ اسمه العالمي احمد حسام ميدو، دلوقتي هو بيسجل حلقه في الراديو، بس ممكن نخليكم تقابلوه علشان في فاصل. تعالوا ورايا. اتفضل. بس خلوا التليفون سايلنت، هيقعد يقول لي الصوت وبوكس. مش هنفتح بقنا يا عم. يلا دي ناس معاها تليفونات. اتفضل. والله بفكر ارجع العب كوره تاني، في لعيبه كتير اكبر مني دلوقتي عندهم 40 و43 سنه وبيلعبوا لسه شغالين وشغالين في التوب ليفل. بوفون عنده 43 سنة حارس إيطاليا العظيم، وزلاتان عنده 40 سنة ولسه بيلعب وما شاء الله فورمته زي الفل، وأنا الحمد لله محافظ على نظام أكلي كويس جدا ودايما باكل أكل دايت وأكل صحي، وعمري في حياتي ما بلخبط في الأكل، والحمد لله كمان محافظ على صحتي بشكل كويس وبتمرن كويس وكل الدنيا تمام. وحتى الحاجة الوحيدة اللي كانوا زمان بيقولوا ان انا يعني بلخبط فيها، ان انا دايما اعرف حريم واعرف ستات، الحمد لله دلوقتي من الاستوديو على البيت ومن البيت على الاستوديو. ولا يا بنات؟ فاصل فاصل فاصل، امشوا اجيلكم بعدين. نطلع فاصل وبعد الفاصل نكمل حلقتكم معانا. انت مين؟ انا انت هو ايه اللي جابكوا هنا؟ انا سعدون. وانا مازو. ايه مازو ده بتاع ايه؟ بتبيع ايه؟ لا انا ببيع المجد. انا عارف العيال النصابين اللي هم بتوع المجد والكلام ده. لا بيبيع المجد، اسمعوا بس. قول يا مازو. اسكاني انت عرفتش تولع لي في السيجاره في الاول؟ حيوان حيوان ولع. فضحتنا. الله يا كابتن. ده يا كابتن. الله، شوف اللياقه البدنيه. بص يا كابتن، انا عايز ارجعك للجمهور، للملاعب، للكوره. كوره ايه يا ابني؟ انا قادر امشي، ده انا يا دوبك اشجع بالعافيه. اي كلام كده عشان الترند والاعلانات. نو نو، شايفين قدامكم. لا ده انت زي الفل يا كابتن. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله في عزك. انت مش شايف بتاخد النفس على صدرك ازاي؟ زي ما كنت بتاخد الكره على صدرك. ده انت تلعب لحد ال 80. 80 ايه؟ اكتم. فاكر يا كابتن ميدو لاحظت وانت داخل الملعب؟ ايوه. وال 120 ألف متفرج بيهتفوا ميدو ميدو ميدو. هتسمع الهتاف تاني يا كابتن، اللي بيقولوا ميدو ميدو، رغم ان الملعب دلوقتي المدرجات فاضيه بدون جمهور، بس عشان تسمع الاسم كويس. ميدو ميدو ميدو، عشان اللحظه التاريخيه دي انا مجهز العقد معايا يا كابتن. مش ناقص غير على امدادك بالعربي أو بالإنجليزي. يا سلام لو رجعت أعرف ألعب كرة تاني. ميتا أيوة تاني. أيوة ميتا تاني. ميتا بابا ميتا. طب هتدفعوا لي كام؟ هو احنا مش هنشتريك، احنا هنأجرك. يا هنأجر مين؟ يا انا اتأجر مين؟ انت نسيت انا مين ولا ايه؟ انا ميدو. الولد قليل الادب، ما تتكلمش وعمامك قاعده قليل الادب. والله مغلبنا بالشيرز الفسفور اللي هو لابسه. هو قصده هنمضي معاك عقد شامل لمدة مباراة واحدة. انت زي ما عارف يا كابتن، حضرتك بطلت ويعني وما خدتش التكريم اللائق، ما اتعمل لكش ماتش اعتزال، فاحنا هنعمل لك ماتش اعتزال. اللي انت هتنزل الملعب هتلاقي الناس بتعمل ازاي. ميدو 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 ديدو ميدو. يا ماتش اعتزال فعلا الحاجة الوحيدة اللي كانت ناقصاني ماتش اعتزال. وهيتعمل فين ده؟ في امستردام ولا بظبط؟ لا في الشارع تحت البيت عندي. تحت البيت ايه؟ تحت البيت ايه؟ ده العيال الصيعة بيعملوا ماتشات في اوروبا. احنا اسفين. يا كابتن انت ليك ايه غير انك تلعب كورة وتاخد الرقم اللي انت عايزه؟ اللي انت عايزه. انا اخد فيه 2 مليون و100. اه بالظبط. مونديال 2 مليون و100 مش مقامك. 2 مليون و100 و3700 و14 جنيه. 14 جنيه. 14 جنيه عشان تبقى مقفولة استك بس. ايه ده؟ هو احنا نعتبر كده ان هو وافق؟ انا اعتقد ان هو وافق لدرجة ان هو مات من كتر الفرحة. ميتو ميتو الله ينور يا نجم، ده انت شقلبت الدنيا خالص ما شاء الله. حبيبي ربنا يخليك. بس للأسف بقى احنا مضطرين نقفل دلوقتي. تقفل ايه؟ الناس اللي جوه دي عندها فطار الصبح بدري وكده، فلازم ننيمهم. فطار ايه وغدا ايه؟ ده ما غنينش غير غنوه، ده انا لسه جايب لهم اغاني من الالبوم الجديد. الالبوم الجديد ايه بس يا نجم؟ خلي الالبوم زي ما هو كده ما تجرحوش. وعلى فكره اتفقنا زي ما هو، الثلاثة ونص مليون استك اهو، استلم فلوسك ومضينا يلا. ثلاثة ستة ونص؟ انا ما غنينش حاجه. بس سيدي انا بقول لك ده عمل خيري، عمل خيري جميل جدا.
كفايه نظره الانبساط اللي كانت في عينيهم. شفت الفرحه في عينيهم كانت عامله ازاي؟ مش ممكن انا ادفع فيها ملايين الدنيا دي. معلش يلا مضلنا بقى على الفاتوره لو سمحت، وخد الفلوس ويلا بينا بقى. لا 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 ما تعملش في نفسك كده يا ابني، انت فنان حساس احبالك الصوتيه هتتاثر. على فكره انتوا ناس طيبين جدا، ناس حلوين جدا، والناس اللي جوه دي ريحتها جميله جدا. معلش 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 خد الفلوس وتاثر بقى التاثير الحلو اللي انت عامله ده وانت مروح. يلا على فكره مش انت بس اللي طيب، انا طيب وبعمل عمل خيري يا سيدي. انا طيب وانت طيب وبسيوني طيب وكل سنه وانت طيب بقى. خد بقى الفلوس واتكل على الله. يلا لا الفلوس دي مش من حقي، الفلوس دي حرام. انا عملت عمل خيري وطيب زي اللي انت عملته، انا مش هاخدها ومش همضي. انا ماشي 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 بنور الله، بدعي واقول يا رب يا رب يا رب انا عملت ايه عشان يحصل فيا كده. بعدين ابسيوني. قوم يا كابتن، والنبي يا كابتن قوم التحدي. ما كانش لازم اساعدوني اقول له الرقم في وشه كده. وانا ايش عرفني يا مصر ان هو هيهرهد كده مننا؟ يا باشمهندس ده ان انت شوفه بتفوقه ازاي. مش هينفع يا كابتن، هو لما بيفرح كده بيغمى عليه وبيفوق تاني يوم. لا تاني يوم ايه؟ تاني يوم ايه ده؟ التحدي فاضل له 22 دقيقه ويخلص. صرف اسعدوني فوق باي شكل. بس جاتلي فكره. ايه بقى؟ ميتا تاني. بس انا عندي فكره. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انتوا بتمضوا الكابتن على ايه؟ ده كمبيالات ولا ايه؟ انا هبلغ البوليس. اكتم يا حمامه. حمامه افهم، احنا بنبصموا على العقد وهنسيب لكم 2 مليون جنيه و100 الف وكسور. كم على ابو دعيلة ده؟ ايه الغباوه دي؟ يلا بسرعه، فاضل 20 ثانيه. خلاص فاضل ورقه. يلا يلا خلاص. صعدون ايه؟ احنا كسبنا. ميدا 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 ميدا.